الخبر الثاني في هذه النشرة الإخبارية، نشرة منتصف الليل على محمدية بريس، وهو برنامج آراء، حيث محمدية بريس استطلعت آراء ساكن استطلعت اليوم ساكنة حي الرشيدية، بمعنى أنه سوف نستطلع آراء جميع الأحياء بمدينة المحمدية. إذن استطلعت ساكنة حي الرشيدية 3 بسؤال هام، وهو هل هم مع أو ضد رفع أو تمديد الحجر الصحي يوم 20 ماي بالمغرب. إذن الآراء كانت مختلفة بالشارع الراشدي بالمحمدية. نشوفوا هذا الروبورتاج. واش كتشوف أننا نقدروا نخرجوا نهار 20؟ حتى ندخلوا بعدا، ملي ندخلوا بمعنى أننا ما داخلينش. واش أنت كتشوف؟ شوف ملي غادي ندخلوا نقدروا نخرجوا. اما هاد الخروج اللي كيبان لي انا خرجتي واحد جيت 20 غوصت لهادي، واش غيبان لنا ما دخلناش 20؟ كنتواجدوا قدام النافوره ديال حي الرشيديه 3، الموضوع ديالنا ضمن برنامج اراء، وهو 20 ماي. واش الساكنه ديال مدينه المحمديه واش باغا تخرج نهار 20 او لا بالنسبه للحجر الصحي، او لا يعني خاص الحجر الصحي يتزاد يتمدد بمعنى. إذن معنا أحد الفاعلين الجمعويين براشدية 3. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سي خالد. إذن السؤال كان واضح. سؤال مع تمديد الحجر الصحي. واش نتوما مع تمديد ديال الحجر أولا صافي الناس راهم عيا وبغين يخرجوا؟ لا هي من جهة الناس عيا، وديك مسألة طبيعية. يعني طبيعة الإنسان ما كتبغيش سجن. غير بالنسبة للناس اللي باغيين يخرجوا في 20 ماي، فتقريبا هما اللي خارجين دابا، إلا دورتي الكاميرا راهم كلشي خارجين. سمعتيني؟ بالنسبه لتمديد فتره الحجر الصحي، احنا معاه، احنا مع الدوله حتى يتعدى هذا الوباء. الا كنا مع تمديد فتره الحجر الصحي، خاص الدوله تقوم بعدا بما يلزمها من يعني تموين الناس. راه ما يمكنش غنسدو على الناس ونقول لهم موتوا في ديوركم. شفتي هي يقول لك انا تقتلني كورونا، ما تجيش يقتلني الجوع انا وليداتي. احنا مستعدين اننا نخرجوا نهار 20 ماي. لا صراحة لا، ما كاينش الحجر الصحي، ما كاينش احترام الحجر الصحي، ما كاينش احترام. الناس خارجين بلا كمامات، الناس مجموعين على القفة، الناس اللي كيفرقوا القفة مجموعين، حتى ل 100 حالة، حتى ل 50 حالة. موحال. أنا قلت دابا لواحد السيد، قلت له موحال حنا نخرجوا، حنا خارجين للضرورة، غادي عند السيدة مريضة بالسرطان، غادي نديروا معاه الواجب. ولكن الناس الآخرين علاش خارجين؟ بغيت غير نفهم علاش حنا ما نعطيوش هذيك القفه، نعطيوها الناس في ديورهم؟ علاش نجمعوا لنا 150 باش نعطيوهم القفه؟ صحيا مازال خصو يتمدد، خصوصا حنا كنشوفوا مثلا مازال تزايد الاعلان عن حالات بالمحمديه. تقريبا، لانه ربما يقدر يكون مازال مخبي لا اله الا الله. انما اجتماعيا واقتصاديا فالحاله مزريه، واللي خلاها تبان على هذه الفضاعه ديالها خصوصا بحي الرشيديه، هو انه العمليه ديال التسليم او توزيع الدعم او القفاف، وهذا راه ما تمتش بصفه كامله بصفه تامه، لانه بعض الاخوان حالات كثيره ما توصلت لا بالدعم ديال الرميد، لا الغير المهيكلين، لا بالقفاف المسلمه، رغم المجهودات الجباره اللي كيقوموها بعض الاخوان مشكورين لتغطيه هذا الخصاص. انما حي الرشيديه راه كيعاني، لانه الناس بزاف ما توصلاتش، كيوصلونا حالات، وهذا هو اللي كيخلي الناس يخرجوا يقلبوا على ما ياكلوا عند وليداتهم. وداك الشيء اعتقد انهم غادي يكون الخروج في نهار 20. بالنسبه لهذا الشيء اللي كنشوفه على ارض الواقع، قريه من جهه الناس الله يحسن عوان، راه الناس تقهرات يعني، هذا فهمتيني. وحتى هذيك السنوات اللي تعاقبت عليها الحكومات في التكليف ديال هذا الشعب هذا، ما غاتساهمش دابا باش تساعدهم باش يعلموهم يديروا الحجر الصحي في مده 6 ايام. لهذا المساله معقده، غير اللي كان اسيستي عليه هو يحاولوا يوصلوا المعونة للناس المتضررة على الأقل باش ماديش ما يخرجوش. مساء واحد سميتو، نكونوا واعيين حنا بشنو هو المسائل اللي غتطلق، شنو هما المسائل اللي ما غتطلقش، باش حنا على الأقل نكونوا بحال مثلا ألمانيا. شوف ألمانيا كيفاش بدات طلقات المحلات اللي فاتت من 100 متر وكذا، هذه وبقات غير داك الشيء بالتدريج. حنا كنتمناو من الله أننا حنا نخرجوا في هذه الفترة هذه.
لان حنا ما عندناش باش نقاوموا واحد الشرخ. اننا نخرجوا نهار 20 سي نورمال. سي نورمال خاصنا نخرجوا. حنا خارجين ما تقولش اضرار، حنا خارجين لحد الان، انت خارجه انا خارجه الاخر خارج، حنا راه كنتحبسوا غير من 6 ل 8 ومع العلم ان كاين الشركات راه خدامين، يعني راه حنا ما حاضرينش. حنا كنتمنوا من الله اننا نخرجوا نحيدوا من هذا الحجر الصحي، لان حنا ما عندناش مقومات باش نقاوموا هذا الحجر الصحي. هو شخصيا هذا الحجر الصحي حنا ما عندناش الثقافه ديالو وما كنعرفوش ليه كيفاش غنتعاملوا معاه، وحتى السلطه حتى هي ما كتعرفش ليه وما كتعرفش كيفاش تتعامل معاه. المهم على اين حنا كنتمنوا من الله اننا نخرجوا منه، ولكن باش نخرجوا منه خاص واحد الدوله تاخذ واحد التدابير اللي تكون ممنهجه. واحد المناسبه الله يعطيك السر، بغيت نهضر على حساب القفه، ان واحد السيده تواصلت معنا البارح يوميا وهي كتعطي لولادها درهم ديال السيده باش كتعمر اتاي. كيف يعقل ان هاد السيده عطى المقدم لهادي ولهادي ونقص هادي وعطى لواحد اخرى؟ عيب وعار اننا نشوفوا في المغرب في مدينه المحمديه اللي فيها تبارك الله اللي فيها تبارك الله 1600 جمعيه ونسمعوا امراه انها كتشري درهم ديال السنيده. لا يعقل، عيب والله العظيم الا عيب. وتحياتي لكم وكنتمنوا يا ربي تباع علينا هذا الوباء. ونهار 20 راه ما كاينش الخروج نهار 20 لا ما كاينش الخروج. هذا اقتراح ديالك؟ هذا اقتراح ديالي اللي كنشوف، انا كنشوف حنا بغينا نخرج ولكن ما يمكنش. شكرا. لا ما كاين حتى مشكل. واش كتشوف اننا نقدروا نخرجوا نهار 20؟ الاقتراح ديالي انني انا كفاعل جمع مدينه المحمديه كنظن ان هذا صعب هذه العمليه ان نخرجوا في اليوم 20 من هذا الشهر. نظرا لعده صعوبات اللي كتواجه الناس العامه، كنلاحظوا ان باقي مازال الناس كيخرجوا، مازال باقي هناك خاص حملات توعويه، خاص عده امور باش اننا نقدروا نخرجوا في هذا التاريخ ديال 20. شكرا. الاضافه اللي كتبان لي انها مهمه، الناس ديال الدوله الحكومه في الفتره ديال الحجر الصحي اكتشفنا بانكم كديروا المقدمين درع بالتصدي للصدمات. راه ما يمكنش نعطيو المقدم 35 قفه ونقول له سير فرق في حي ديال بي مثلا اللي فيه واحد 20000 ديال الاشخاص. هذه لا يعقل، غتعطي المقدم 35 قفه كتقول لي سير ربعهم بحرك. اذا هنا هذه مهمه انتحاريه للمقدمين، وخليتوا المقدمين هنا بواحد الصوره سيئه. لهذا الله يخليكم زيدوا الدعم، فهمتيني؟ راه لا يعقل ولا قياس مع فارق. وشكرا. خاص التمديد. بصراحه خاص التمديد. علاش؟ ما تكفيش، ما الحالات كيتزادوا ما غاتكفيش. اللهم المهم ماشي يخرج كل شيء. إذا كان هذا ريبورتاج محمد يابريس هذا اليوم بحي الراشدية 3، ونوعدوا الساكنة ديال باقي الأحياء بمدينة المحمدية أننا غادي نواصلوا في استطلاع الرأي حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى إن شاء الله ابتداء من الغد.